تقع سويسرا في وسط أوروبا. إنها بلد صغير وكبير في آن واحد، صغير بمساحته لكنه كبير بجمال طبيعته. وكتعدد اللغات والثقافات فيه، تتنوع فيه المناظر الطبيعية أيضاً، من جبال الألب العالية إلى الغابات الكثيفة، مروراً بالأراضي البور الغامضة والشلالات الهادرة. لسويسرا وجوه عديدة، بعضها معروف وبعضها خفي. إنه بلد متنوع جداً بحياته البرية ومناظره الطبيعية الخلابة. لا يظهر الجمال في النظرة الأولى أحياناً، فالأشياء ليست دائماً كما تبدو. بعض المناطق في سويسرا ليست معروفة جداً، لذا حان الوقت لاكتشافها. تبقي هذه الشجرة عمرها الحقيقي سراً، تسمى لاشان دو بوس، البلوط الشرس. يقال إنها شهدت تغيير الفصول لأكثر من 1000 مرة في جبال جورا السويسرية هنا. تحيط جبال جورا بكامل المنطقة الجبلية المنخفضة الممتدة من شمال شرق سويسرا على طول الحدود الفرنسية وصولاً إلى بحيرة جنيف. تعني كلمة جورا الوقت، سمي عصر عالمي كامل على اسمها، وهي موطن لمهنة صناعة الساعات التقليدية. هناك أثر للوقت والتاريخ في كل مكان. تعد جبال جورا بمثابة الأخت الصغرى لجبال الألب. مقارنة بباقي أنحاء سويسرا، فإن المنطقة قليلة السكان، لهذا تجد ميزة هنا: الهدوء والسلام. يسود الهدوء عادة، لكن حالياً يحل فصل الربيع في شمال جبال جورا، وهو ما يعني حلول موسم التزاوج. الأشجار نشيطة وهناك منافسة في إصدار الأصوات. إنها منافسة لإغراء الإناث، فتقرر ما إن كان الذكر شريك تزاوج مجدياً أم لا. من الواضح أن خازن البندق هذا قد نجح في الاختيار. بالإضافة إلى غريزة التزاوج، لدى الحيوانات قوة دافعة أخرى: الجوع. يتحرك القاقم بسرعة البرق، لكن الحياة بهذه الوتيرة تتطلب الكثير من الطاقة، ما يعني الطعام. تعد الفئران الطعام المفضل. في الماضي احتفظ بالقاقمات كحيوانات أليفة لتقضي على الفئران في المزارع، لأن الفئران لن تكون بمأمن قرب القاقم، بمجرد رؤيتها سيكون مصيرها الموت. الموت والحياة دورة الطبيعة الأبدية. بعد سطوع الشمس الدافئة، أول ما يتفتق من الأزهار زهرة اللبن والزعفران.
تتبعها الزهور الأخرى كزهرة الوقواق. عندما تتفتح هذه البراعم تظهر لمسة شرقية في وسط سويسرا. لأنها ستنتج فاكهة متميزة لاحقاً، الخوخ الدمشقي. تقول الأسطورة إن هذا الخوخ الدمشقي كان تذكاراً أعاده الصليبيون من دمشق في سوريا قبل أكثر من 800 عام، وقد نجحت عملية دمجه، وهو يعد اليوم سلعة سويسرية خاصة، ويستمتع بتناوله خصوصاً في شكله السائل عالي الكحولية. وينمو بجانبها التفاح والكرز والمشمش، وليس من الصدفة تسمية أجواء الجوراسية ببستان فاكهة المناطق الغربية من سويسرا. ولكن لتصبح الثمار فواكه لذيذة يجب حصول تفاعل محدد، وهو يحدث منذ مئات ملايين السنوات. لا تبخل الزهور بسحرها في فصل الربيع، روائح وألوان وأشكال. إنها تستخدم أساليب عديدة لجذب الحشرات التي تحمل اللقاح، وتلك الأساليب ناجحة. يحتاج النحل إلى كمية كبيرة من الرحيق وحبيبات اللقاح لإطعام صغاره في الخلايا، وخلال رحيله تعلق حبيبات اللقاح بأقدام النحل فينقلها من زهرة إلى أخرى. يبقى النحل وفياً لمجموعة واحدة، يبقى مع مجموعة نباتية واحدة إلى أن تتلاشى الزهور. تستفيد أشجار الفواكه من ذلك إن نقل اللقاح الخاص بها. سواء أكانت حياة نباتية أم حيوانية، فهي حياة جديدة تظهر في كل مكان، وهناك ذلك في الغابات القريبة المحيطة بقلعة بليجوز القديمة. فها هي مجموعة كاملة من جراء الثعالب تستمتع ببعض الوقت من دون مراقبة. ذهبت والدتها للبحث عن طعام على الأرجح، حيث إن عمر هذه الجراء 4 أو 5 أسابيع ولا يمكنها القيام بذلك بنفسها بعد. لم تكتشف صعوبة الحياة، صيادون وسيارات، هناك الكثير من المخاطر في العالم الكبير، لكن الجراء لا تكترث لذلك الآن. التسلية واللعب سمة الطفولة. ترتفع الجبال اليوم حيث كان يقع بحر تيثث في عصر ما قبل التاريخ. أدت الرواسب إلى تكون الصخور الكلسية. يمكن القول إن بقايا الأصداف البحرية والشعاب المرجانية والسرطانات تشكل جزءاً من أساس جبال جورا. أثارت خصائص الأشكال الكارستية لجبال الصخور الكلسية اهتمام الباحث في الطبيعة ألكسندر فون هومبولت. سمى هذه الطبقات الصخرية على اسم المكان الذي اكتشفت فيه جورا. اعتمد هذا الاسم لاحقاً لوصف فترة نشأتها لاحقاً. يبدو المنظر كما لو أن حيواناً عملاقاً ترك آثار أقدامه. تظهر أقماع كهذه في الأرض بشكل غير متوقع في المناطق الكارستية، وتسمى بالوعات، وهي تتكون نتيجة التحلل المسبب لتآكل الصخور عند هطول المطر. وهكذا تتكون أيضاً التشكيلات الكارستية الجوفية المعروفة بمتدليات الكهوف. اكتشفت 9000 كهف في سويسرا حتى الآن، أغلبها في جبال جورا. من الكهوف المكتشفة كهف ريكلر. يوفر الكهف فرصة إلقاء نظرة على أعماق الأرض الغامضة، بالإضافة لرحلة إلى أكثر الأماكن ضبابية في الماضي. يبدو أن الوقت قد توقف هنا. تم
تنمر رواسب الكلسية المتدلية من الكهف بمعدل 8 إلى 15 مليمتراً كل 100 عام. قطرة بعد قطرة تتكون المنحوتات، تتبخر المياه وتبقى الرواسب الكلسية الرقيقة. على مدى ملايين السنوات خلقت هذه العملية عملاً فنياً يذهل عقولنا اليوم. تتدلى الرواسب الكلسية من السقف، تتكون كأنابيب رقيقة في البداية، وبسبب هذا الشكل الغريب يطلق عليها المعكرونة. تذكر بعض الرواسب الكلسية المرتفعة من أرض الكهف بالكانيلوني. كهف ريكلير هو أكثر مكان فيه صواعد كهفية في سويسرا، يسمى الكاتدرائية، ويبلغ ارتفاعه نحو 15 متراً ويقدر عمره بنحو 200 ألف عام. تبلغ درجة الحرارة في الكهف 7 درجات مئوية على مدار السنة. بالنسبة إلى بعض المخلوقات، هذه هي الأجواء المثالية لقضاء فصل الشتاء. يستخدم 11 نوعاً من الخفافيش الكهوف الخالية من الجليد ملاذاً لها في الشتاء. ابتداءً من تشرين الثاني وحين يصبح الطعام نادراً، تتراجع إلى الكهوف وتدخل سباتاً شتوياً لحفظ كامل طاقتها. من بين هذه الأنواع خفاش حدوة الحصان الصغير وخفاش الحدوة الكبير، وكلاهما مهدد بالانقراض. قد يكون الاستيقاظ مميتاً بالنسبة إليها في هذه الفترة، لهذا تغلق الكهوف أمام العامة في الشتاء. وأقل شهرة بكثير من الخفافيش هي المخلوقات التي تعيش في البحيرة الجوفية. عليك النظر بدقة لرؤيتها، نيفارغوس، قشريات المياه العذبة. حجم هذه المخلوقات الصغيرة هو بحجم ظفر الإبهام، وهي تتغذى من بقايا المخلوقات التي ضلت طريقها إلى الكهف وضاعت هناك كالضفادع والفئران. يمكن ملاحظة النتائج المدهشة للتفاعل القوي بين المياه والزمن على سطح الأرض أيضاً. فعلى مر ملايين السنين يشق نهر الدوبس طريقه عبر الصخور الكلسية، إلى أن سد انهيار أرضي طريقه قبل نحو 14 ألف عام، والنتيجة بحيرة بريني وكالفيورد. تشق البحيرة طريقها بين الصخور الشديدة الانحدار بارتفاع 80 متراً. تتدفق المياه من شلالات دوبس بقوة هائلة وهي تنزل في قاع الوادي. ولهذه الشلالات ميزة أخرى، فهي حدود طبيعية بين فرنسا وسويسرا. على مدى 500 كيلومتر تجري المياه إلى الأمام وإلى الوراء بين فرنسا وسويسرا، وكأنها غير قادرة على تحديد وجهتها. ارتفاع الصخور في بعض الأماكن يجعل الوصول إليها صعباً جداً، لذا هي تحافظ على نقائها. لم تصل إليها يد البشر بعد، لكن هناك بعض الأماكن المسطحة، وهذا ما يجعله يتدفق بمعدلات مختلفة، فيتدفق بسرعة كبيرة في بعض الأماكن وبهدوء في أماكن أخرى.
وفيما بين ذلك وذاك يبدو المكان مناسباً للتوقف والاسترخاء في برك هادئة. هذه المنطقة هي موطن طيور الحدأة السوداء، وهي في الغالب تعيش في أماكن قريبة من المياه كي تتمكن من اصطياد السمك. التقطت هذه الحدأة السوداء شيئاً آخر، ليس معروفاً ما الذي تنوي فعله بهذا الغصن، قد تستخدمه لبناء عش. إنها فترة تزاوج طيور الحدأة السوداء في جبال جورا. إنها طيور مهاجرة وتمضي فصل الشتاء في أفريقيا، ثم تعود إلى سويسرا من آذار إلى أيلول. طيور الحدأة السوداء هي الأفضل في التحليق من خلال عبور أصغر الجيوب الهوائية للمحافظة على قوتها. في نهر الدوبس كمية كبيرة من احتياطي الأسماك، ما يوفر الطعام لطيور الحدأة السوداء وغيرها من الطيور للبقاء على قيد الحياة، لكن فردوس الطيور في خطر. يعاني نهر الدوبس من مشكلة حقيقية هي التلوث البيئي. تهدد الزراعة والصناعة ومحطات الطاقة الكهرومائية مخزون الأسماك الوفير في النهر. لا تزال هناك بعض المناطق التي يبدو فيها النهر نقياً، وفيها يوفر نهر الدوبس موطناً قيماً، ويوفر تحديداً أرضية مواتية لتربية الطيور المائية. في البحيرة أو على ضفافها تبني الغرة أعشاشها العائمة باستخدام الأغصان والنباتات المائية. تفضل طيور تم الأخرس بناء أعشاشها على ضفاف النهر. وتلقب صغارها بفرخ البط القبيح. الوقت مناسب دائماً لقيلولة. تعيش الفراخ لثمانية أو تسعة أشهر مع ذويها قبل أن تستقل. حان وقت الغداء لهذه العائلة. باستخدام رقبتها الطويلة تغطس الكبيرة تحت الماء للحصول على نباتات مائية التي هي الوجبة الرئيسة للتم كباره وصغاره. حاول علماء الطبيعة حماية هذه الجنة لسنوات. قد ينجحون إن كانت محطات الطاقة الكهرومائية مستعدة للحد من استعمالها للنهر. سنرى إن كان ذلك ممكناً. في بعض الأيام ترسم الرطوبة خيوطاً من الضباب عبر المشهد الطبيعي. هذا أمر جيد للغابات والحقول المجاورة. يوفر العشب الرطب طعاماً للكثير من قطيع المواشي في المنطقة. يعتاش الكثيرون هنا من الزراعة. يحول الحليب إلى أنواع من جبنة جبال جورا المشهورة كتيت دو موان. في بداية الصيف يظهر كل العشب الذي لم يؤكل أو يجز في المروج على شكل زهور ملونة. لكن قد يكون هذا المشهد خادعاً، فهناك خطر يتربص، يتأهب وينتظر. يتحرك العنكبوت السلطعوني متخفياً. فبدلاً من نسج شبكة، ينتظر ضحاياه بصبر وهو متخف جيداً. هذه المرة لم تنجح العملية. تحصل هذه المشاهد الدرامية للحياة والموت في مروج الزهور البرية آلاف المرات يومياً.
تقع مقاطعة فرانش مونتاين جنوب منطقة نهر الدوبس. إنها منطقة قليلة السكان لكنها مليئة بالحقول. هذه المنطقة موطن لسلالة قديمة من الخيول، الفراي برجر. جاء أسلافها من الخارج، لكن الفراي برجر المسمات أيضاً بخيول فرانش مونتاين ربيت في سويسرا في آخر 200 عام، لذا تعد سويسرية. إنها قوية، هادئة، وغير عصبية. هذه الخصائص هي التي جعلت هذه الخيول رائجة جداً، خصوصاً كخيول تستخدم في العمل وفي الجيش. اليوم تعد الخيار الأفضل للاستخدام في جر العربات وفي رياضة ركوب الخيل، وتعتبر مفخرة المنطقة. هناك مساحة كافية لها في فرانش مونتاين لقضاء الصيف بأكمله في الحقول التي تشبه غابات مناطق الحدود الغربية للولايات المتحدة الأمريكية. تعد جبال جورا ملاذاً هادئاً لزوارها. حتى في ذروة الموسم السياحي ليس هناك عدد كبير من الناس، يبدو الوقت هنا متوقفاً. Vois le soleil se coucher comme il finit son voyage. L'ombre caresse les Alpes. الأماكن السياحية المعروفة في سويسرا ليست بعيدة من هنا. تقع بيرنيز هايلاندز المشهورة على الجانب الآخر للطريق. يمكن الحصول على أفضل إطلالة على قممها المدهشة من شاسيرال، وهو أعلى جبال جورا، ومع ذلك فارتفاع 2000 متر يعد صغيراً مقارنة بجبال الألب الهائلة. نادراً ما تتحرك هذه الحيوانات من جبال الألب. المرموط أحضرت إلى جبل شاسيرال في الستينيات. استقرت هنا بسرعة. يعيش المرموط هنا منذ العصر الجليدي، وقد تعلم التأقلم. تعيش الكثير من مجموعات المرموط حالياً على طول سلسلة الجبال. زهور، أوراق أو براعم، يستخدم أي شيء مثمر غني بالبروتيين ونباتي لإعادة تعبئة مخزون الدهون الذي فقد في الشتاء. تقوي الألعاب القتالية الروابط الأسرية. لكن شعارها هو البقاء في حالة تأهب. صافرة صاخبة تدق ناقوس الخطر. ويغوص الجميع للاحتماء. غير بعيد من حيوانات المرموط تنمو وتزدهر أنواع متعددة من نباتات النرجس والجنتيانا على الجرف الصخري الأجرد لجبال شاسيرال. تفضل هذه النباتات التربة ذات الخصوبة المنخفضة، لكنها تعاني من الندرة أكثر من أي وقت مضى. لدى معظم نباتات كف الذئب شيء مشترك تغلق وريقاتها لحماية نفسها من المطر والهواء البارد.
تعيش النباتات السحلبية كسحل الذكري على تربة غير خصبة أيضاً في الحقول الجبلية. يفتح المشهد في جنوب غربي جبل شاسيرال على سلسلة جبال جورا. تعد الصخور الكلسية والنباتات الكثيفة على القمم من سمات المنطقة. سمى الكلتيون المنطقة جور أو الغابة. ربما نشأ اسم جورا من هذه الكلمة الكلتية منطقة الغابة. هناك الكثير من المناطق التي تسمى فيدفايدن، وهي المراعي المشجرة التي تصلح للزراعة والحياة البرية. يعرف هذا الجبل باسم دون دو فوليون ويوصف بسن الزمن. يطل صفحه على وادي فالي دو جو. إنه موطن الكثير من مصنعي الساعات المشهورين الذين يشكلون العمود الفقري لاقتصاد المنطقة. يمر المتنزهون في المراعي المرتفعة في جبال جورا بجوار جدران صخرية جافة. إنها إرث من الرومان القدماء الذين جلبوا فن البناء بالحجر إلى وسط أوروبا، الحجر فوق الحجر من دون ملاط. استخدمت الجدران لعقود في تحديد الأراضي بين الجيران أو في تسييج المراعي. استبدل الكثير منها بأسلاك وخشب وأصبحت آثاراً دارسة لتندمج مع الأشياء المحيطة بها مع الوقت. ثمة جدران أخرى محمية. مهما كان حالها، فنحن نعرف اليوم مدى أهميتها بالنسبة إلى النباتات والحيوانات. تتشكل مساكن حيوية قيمة داخل الجرف الصخرية الجافة وحولها. وسواء أكانت صغيرة كسحلية الحائط هذه أم كبيرة كهذا الفأر، فإن جميع المخلوقات تبحث عن الملاذ الآمن والجاف. أما بعيداً من الجرف، فالحياة تكون أخطر بكثير. يبحث الثعلب عن طعام ليصطاده، وسيكون فأر كهذا فريسة مثالية له. إنه يبحث داخل هذه الأعشاب الطويلة، وجميع حواسه مستنفرة لالتقاط أصغر حركة. لا يفوته صوت حفيف مهما خف. يمكنه القفز إلى ارتفاع مترين تقريباً لأداء حركته المسمى قفزة الفأر. ويكافأ أحياناً بفأر ماء ممتلئ الجسم. هل سيأكله مباشرةً؟ أم سيأخذه لصغاره؟ أم سيحتفظ به لوقت لاحق؟ هذا هو سره. تعد المروج الجبلية في دون دو فوليون مركزاً علاجياً طبيعياً ملوناً. تحمل الكثير من الزهور التي تنمو هنا خصائص علاجية كزهرة الحوض. قيل في الماضي إنها فعالة ضد الأسقربوط، لكنها أيضاً فعالة كمنشط جنسي. ويعتقد أن نبتة اللميون الأرجوانية تساعد في مكافحة الأرق. يبدو هذا الطائر نشطاً جداً. عثث أبو الهول الرنان. غالباً ما يخلط البعض بينه وبين الطنان، كما أنه يرفرف مثله، ما يساعده على الحفاظ على الموقع المناسب لامتصاص الرحيق بخرطومه الطويل. الصيف هو الفصل الذي تتفتح فيه زهور المراعي. غالباً ما تظل درجات الحرارة معتدلة في وادي جو خلال شهري تموز وآب بسبب ارتفاع الوادي الذي يصل إلى 1000 متر فوق سطح البحر. تحفة هذا المكان هي بحيرة جو، وبطولها البالغ 9 كيلومترات فهي أكبر بحيرة في سلسلة جبال جورا.
ليس الجميع مستيقظاً في هذا الوقت المبكر من الصباح. رغم أن هناك الكثير مما ينبغي فعله، إنه موسم التزاوج لطيور الغطاس المتوجة، ويعد حزام سلك السميك مكاناً مثالياً لها لبناء الأعشاش العائمة. وباستخدام النباتات المائية والأغصان والقصب يبني الزوجان عشاً آمناً لصغارهما. توفر الضفة الجنوبية الغربية الهادئة للبحيرة أماكن تزاوج جيدة لا لطيور الغطاس المتوجة فحسب، بل لطيور مائية أخرى أيضاً. تنمو الحشرات في روافد المستنقعات في بحيرة جو، وخصوصاً اليعسوب. يتوحد الزوجان للقيام بدورة اليعسوب المعروفة للتزاوج. قد يستمر ذكر وأنثى اليعسوب في هذه العملية الإنتاجية 6 ساعات. لا تزال مقترنة الأجنحة هذه تبحث عن زوج لها. مقترنات الأجنحة الزرقاء نادرة، حيث إن متطلبات تزاوجها خاصة جداً، بحيث ألا تكون المياه دافئة جداً، لذا فإن البحيرات المرتفعة عن سطح البحر مثالية. إن تعرضت للتهديد، تنشر الذكور أجنحتها وترفع بطونها لتخيف اليعاسيب الأخرى. لكن عموماً، تعد حشرات مقترنات الأجنحة مخلوقات مسالمة. تتغذى بحيرة جو من نهر أورب الذي ينبع من الجزء الفرنسي لجبال جورا. يأخذ نهر أورب مساره الطبيعي مع الانحرافات والانحناءات والمنعطفات، وسبب هذا التعرج هو انخفاض درجة انحدار الوادي. تقع المروج على ضفة النهر، ما يجعل الوصول إليها صعباً. ظل الوصول إلى وادي جو شاقاً لفترة طويلة، ولم يتم التغلب على ذلك الأمر إلا في وقت متأخر. ما يثير الدهشة أن غابة غراريزو تغطي الجزء الغربي بالكامل، وهي أكبر غابة في سويسرا. عاشت الذئاب والدببة في المنطقة قبل 200 عام. إلى اليوم ما تزال هذه الغابة على ما يبدو غير قابلة للاختراق، وتمثل الحدود الخضراء التي تفصل ما بين فرنسا وسويسرا. حين يكون الطقس صافياً، يمكن رؤية مون بلان من هنا، وهو أعلى جبال الألب. لكن الحجم ليس كل شيء، بعض الأشياء الصغيرة مدهشة أيضاً، حتى الأشياء الصغيرة جداً. وادي جو موطن لإحدى أكبر مستعمرات النمل الأحمر في أوروبا، الذي يقدر عدده هنا ب20 مليون نملة. يبدو أن كل واحدة تعرف وظيفتها جيداً، لكن من يتحكم بالمشهد العام؟ إن ذكاء ومهارات النملة الحسية محدودة نوعاً ما. يكمن سر نجاح هذه المجموعة في تواصلها فيما بينها، إذ لا يوجد عامل موجه موحد. يتواصل النمل من طريق الفيرمونات وعبر الروائح التي يتلقاها ويرسلها عبر مجساته. يمكنها هذا من التعرف إلى أعضاء نفس المستعمرة، لكن يمكن أن تكون أفضل بقع التغذية مصدراً للخطر. يتلقى النمل الإشارات من النمل الآخر من طريق الرائحة،
وكما هي الحال في نظام كرة الثلج، تنتشر المعلومات الفيرمونية في فترة زمنية قصيرة. كل هذا يخدم هدفاً واحداً، بقاء هذه الفصيلة على قيد الحياة. تبيض ملكة النمل في العش الواقع في وسط المستعمرة. يستخدم ورق الشوح والتنوب والأغصان والرتنج كمواد بناء لمستعمرات النمل هذه. تتألف مستعمرات النمل الضخمة في جبال جورا السويسرية من نحو 1200 عش كهذا. إنها مملكة قائمة بذاتها، وجمال طبيعي مذهل بصورة مصغرة. في جبال جورا أشياء رائعة أخرى. توجد هنا واحدة من أكبر وأروع الظواهر الطبيعية في سويسرا. Creux du Vent. يعد هذا التجمع الصخري سمة جيولوجية بحد ذاته، وهو ناتج عن تآكل جبال جورا بعد العصر الجليدي الأخير. هناك بقايا صخور جليدية في الحفرة البركانية المشجرة في الأسفل. تغوص الجدران الصخرية شديدة الانحدار في عمق 160 متراً في قاع الوادي، ويعرف هذا باسم الوادي السويسري الضخم، وهو رمز عظيم للزمن. الحفر البركانية هي إحدى أقدم المحميات الطبيعية في البلاد. تقضي الأبقار فصل الصيف في المراعي على هضبة جبال الألب. كرو دو فان وجهة مهمة لمحبي المشي في الطبيعة، وخصوصاً للمهتمين بعلم النبات. فبالإضافة إلى المناظر الخلابة، هناك مجموعة من الكنوز المتنوعة الملونة: شقائق النعمان البيضاء، زهرة الطرليوس الصفراء، أثليب أو زهرة الحوض السيبيرية بأزهارها المذهلة. يرتفع الجرف الصخري في كرو دو فان أمام الغابات الكثيفة التي تصل إلى الهضبة العليا مباشرة، وهنا مع القليل من الحظ قد تقابل كائناً خجولاً. الوشق لخجله سبب رئيس. العلاقة بين الوشق والبشر صعبة للغاية. انقرض هذا الحيوان المفترس من سويسرا في بداية القرن الماضي. عادت بعض الأزواج في السبعينيات من مناطق أخرى إلى كرو دو فان. خلال ذلك الوقت ارتفع عدد الوشق في سويسرا، وهناك نقاش محتدم حول ما إن كان يجب التخلص منه لحماية الحياة البرية الأصلية. لكن هذا الكائن الذي يعيش في جبال جورا السويسرية ما زال يحتفظ بوضعه المحمي، ولحسن الحظ يقف في صفه الكثيرون. تقع كرو دو فان وسط منطقة فال دو ترافير، وهي مشهورة بكونها موطن مشروب الأبسن. هذا المشروب الكحولي جداً، ويعد خطراً ومحظوراً قانونياً منذ فترة طويلة. على قمم شجر الشوح تستعد طيور القرقف الأزرق للشتاء المقبل. تنتج الطبيعة كل ثمارها في الوقت الحالي. قد يستغرق الأمر بعض الوقت أحياناً.
تستغرق أشجار الزان 30 عاماً قبل أن تحمل ثمارها، لكن ما يعوض ذلك إنتاجها كمية وفيرة من ثمار شجر الزان لعدة سنوات. تحتاج أشجار البلوط لسنوات قبل أن تنتج ثمارها أيضاً، إنها تضمن نمو ما يكفي من الفاكهة في الأرض. لأن معظمها يؤكل قبل أن يثمر، فالمخلوقات البرية الجائعة كالخنازير البرية تأكل قدر ما تستطيع من ثمار البلوط والزان في فصل الخريف استعداداً للشتاء. الخريف فصل الألوان الرائعة، فعندما تسقط أوراق الشجر تبرز أجمل ألوانها. تتحضر الكثير من المخلوقات التي تعيش في الغابة لسباتها الشتوي للبقاء على قيد الحياة. على القنفذ الحصول على أكبر كمية ممكنة من الطعام، يأكل كل شيء، الجوز، القواقع والخنافس، كل سعرة حرارية إضافية مهمة. القنفذ في عجلة من أمره، فكل يوم يمر تسطع أشعة الشمس لساعات أقل. ومع تقلص ساعات سطوع الشمس تتوقف الأوراق عن عملية التركيب الضوئي التي تعطيها لونها الأخضر، فتموت وتتساقط. كلما تقدم الوقت في فصل الخريف أصبحت الأرض ممتلئة بأوراق الشجر المتساقطة. بالنسبة إلى السمندل، هذه إشارة لبدء البحث عن ملاذ شتوي مناسب. لن ينام هنا، لكنه سيكون قادراً على إيجاد ملاذ من موجة الصقيع الأولى. فهذه الموجات تصل في وقت مبكر ومن دون سابق إنذار أحياناً، خصوصاً في المناطق المرتفعة من جبال جورا السويسرية. في النهاية لقد حان الوقت، وصل فصل الشتاء. ترتبط منطقة واحدة في سويسرا ارتباطاً وثيقاً بالشتاء، إنها معروفة ببرودتها. لابريفين واد مرتفع في إقليم نوشاتيل. بسبب موقع الوادي المعزول يتشكل ما يعرف ببحيرات الهواء الباردة. الهواء البارد ثقيل ومنخفض هنا، ولا يمكنه التسلل من جوف الوادي المرتفع. يقال إن هناك موسمين فقط، الشتاء والشتاء القادم. وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر، طقس أشبه بطقس سيبيريا. لا تصل الدرجات إلى هذا الحد كل عام، لكن الحياة هنا تشكل تحدياً للناس وللحيوانات على حد سواء. كلما كانت سماكة الثلج مرتفعة، كلما أصبح إيجاد الطعام أصعب. إنها حقيقة بسيطة ومريرة، ليس لهذا الغزال فحسب.
تمهد بعض المخلوقات الطريق لمخلوقات أخرى. من النادر رؤية حيوانات الغرير في هذا الوقت، إذ تكون في سباتها الشتوي عادة. لماذا يخرج هذا الغرير؟ ربما استيقظ بسبب الجوع. قد يوقظ الجوع الحيوانات الأخرى من سباتها أيضاً. يبحث هذا الثعلب عن المخزون الذي عبأه في فصل الصيف، لأن الاصطياد الآن سيتطلب الكثير من الطاقة. لذا يشعر هذا الأرنب البري بالأمان. تترك عملية التنظيف أثراً حول جسمه، ما يعطي إشارة على مكان وجوده. إنه التواصل عن بعد على طريقة الأرنب البري. النوم في الأشهر الباردة استراتيجية مناسبة للبقاء على قيد الحياة يتبناها الكثير من الحيوانات. تشكل جذوع الأشجار الداخلية أو صناديق الأعشاش ملاذاً شتوياً مناسباً للزغبة. تدخل في سبات شتوي من أيلول إلى حزيران بحسب برودة الطقس. تخسر خلال سباتها الشتوي نحو نصف وزنها، وادخار الطاقة ضروري. شعارها الأمثل: حافظ على هدوئك واستمر في النوم. للشتاء في جبال جورا أوجه متعددة. بحسب الارتفاع يمكن أن يكون مكاناً مغطاً بالثلوج أو جردياً وضبابياً أحياناً، كهذا الجزء الشمالي الشرقي من جبال جورا. أنهى أسقف بال تشييد بركي بونفول الاصطناعية في نهاية القرن التاسع عشر لتزويده بسمك الشبوط الطازج. هذه البرك اليوم محمية طبيعية. يمكن أن تكون درجة حرارة المياه باردة جداً في الشتاء، لكن هناك ما يكفي من الطعام للبط بحيث لا يضطر إلى الانتقال إلى مكان آخر. كالكثير من الطيور الأخرى، للبط أرجل باردة. تضمن دورته الدموية بقاء جسده دافئاً، لكن أرجله تبقى باردة، وهذا يمنعه من الوقوف على الجليد. بالعودة إلى وادي لابريفان الملقب بسيبيريا السويسرية، حيث يكون الشتاء أول الواصلين وآخر المغادرين. وبالقرب من القرية التي تحمل نفس الاسم تقع بحيرة تايير، وهي مثال بحت على البحيرة الكارستية. ليس هناك تدفق للمياه، تحافظ على مستوى المياه بفعل الأمطار والمياه الذائبة. تتسرب المياه من البحيرة وتستمر في التدفق تحت الأرض، وكما لو أنها تظهر من العدم تبزغ البحيرة من جديد من الأرض، وذلك على بعد 6 كيلومترات من بحيرة تايير. تخرج من صخرة هنا لتصبح منبعاً لنهر أروز، وهو أهم نهر في إقليم نوشاتيل، إذ إنه يؤمن مياه الشرب 70% من السكان. وبطول 30 كيلومتراً لا يعتبر نهر أروز طويلاً، لكنه مذهل. ويمكن العثور حتى على مسطحات مائية صغيرة إن أعطيت الوقت الكافي للتشكل. ظل نهر أروز ينحت بلا هوادة صخور جبال جورا بوضوح، وهذا ما شكل مضيق وادي أروز الرومانسي الرائع. من الواضح أن أسلافنا أحسوا هنا بأنهم في وطنهم، فقد وجدت بقايا مساكن كهوف العصر الحجري بين الصخور فوق مضيق الوادي. لا شك في أن ارتفاع درجات الحرارة مدعاة لأخذ حمام شمس وللغوص بالنسبة إلى البعض الآخر. فالدنكلة مثلاً هي من الطيور المغردة القليلة التي تستطيع السباحة والغوص.
تجمع حشرة اليرقة من تحت الماء، فهي وجبة خفيفة ولذيذة. عاجلاً أم آجلاً سيتراجع البرد، فالشتاء في انحسار. وهكذا يمضي الوقت. لقد مرت سنة، وها هي حلقة جديدة تضاف إلى جذع شجرة البلوط القديمة. في ظلها تغير العالم مجدداً، وبقيت هي ثابتة ومتجذرة تواصل تحدي قسوة الزمن هنا في جبال جورا السويسرية. Thank you.